مساء الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ رشتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تكون هناك غيوم متفرقة 11 درجة مئوية، ملموسة 11، رطوبة 60%. أما الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور سيكون ما بين المقبول والجيد بشكل عام. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يكون هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة مع بدء تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة تعمل على نشاط في سرعة الرياح وأيضا انخفاض في درجات الحرارة. المفرق أتربة مثارة 23 إلى 11، إربد رياح نشطة 21 إلى 14، وجرش 23 إلى 13، وعجلون 20 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا انخفاضات واضحة على درجات الحرارة ورياح نشطة. الزرقاء أتربة مثارة 24 إلى 13، عمان رياح نشطة 22 إلى 11، نفس الأجواء في البلقاء مع 22 إلى 13، مأدبة 23 إلى 13، والبحر الميت 29 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك أذن رياح نشطة 22 إلى 12، الطفيلة 22 إلى 12 أيضا مع رياح نشطة، الشوبك 22 إلى 10، ومعان طقس مغبر 25 إلى 10، والعقبة طقس صافي 31 إلى 19 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 28 إلى 13 مع طقس مغبر، نفس الأجواء في أرويش 33 إلى 14، والصفاوي 28 إلى 12 وأيضا مع أجواء مغبرة نتيجة لهبوب رياح غربية نشطة السرعة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.